كل نظرة بحساب، الكلام بحساب. طبيعي جدا، احنا مش بنتكلم بحساب ولا حاجة اتيكات، ان انا هو بساطة، مش ان انا اتكلف وان انا اعمل حاجات كتيرة قوي مش موجودة، لا خالص. بس ازاي يبقى شكلك حلو قدام الناس؟ يعني ايه حلو؟ حضراتكم الاتنين زي القمر، بس قعدتي تفرق لما اكون قاعدة مفرودة غير لما قاعدة عاملة كده. يبان كنت نشيطة ولا انا تعبانه وقاعده، قاعده حتى رجل على رجل، رجل مفتوحه كده ورجل مفتوحه كده. البنات طول حياتنا تعودنا، حتى ما اقدرش ابقى فاتحه رجلي وانا قاعده كده، تعودنا ان احنا نقعد قاعده لطيفه. واحنا صغيرين كانت دايما بنسمع اهالينا بيقولوا ايه، البنت الجميله لازم رجليها تبقى مقفوله، اقعدي دايما فارده ظهرك. كل دي حاجات اصول احنا اتربينا عليها، اتيكيت كله مبادئ واصول. الحاجات الحلوه بتاعتنا بتاعت زمان هي دي المفروض احنا نعملها، مع بشاشه الوش، مع الابتسامه الحلوه، مع اهم حاجه كله في الاتيكيت الكلمة الحلوة. عايزة أوصل للناس كلمة اتيكات يعني ذوقيات، من ذوق أن أنا أعمل مش من ذوق أن أنا أعمل. مبادئ، أصول، معاملة، اتيكات كله فن التعامل مع الآخرين. يعني أنا دلوقتي أنا نازل من باب عربيتي، فتح لي السايس وقال لي اتفضلي يا أستاذة، اتفضلي يا مدام، أوكي. هنزل أقول له إيه؟ هقول له ثانك يو، مش هيفهمني، هقول له إيه؟ شكرا، ألف شكر، سلم إيد حضرتك، كتر خيرك. اختار الكلمات، الموضوع كله كلمات، فن اختيار الكلام. نعم. زي فن اختيار الهدية. نعم، كل حاجة كلها اتيكيت، كله فن. حتى ركوب المواصلات، انا هرد على التليفون، كله لأصول. حتى الموبايل حضرتك، في ناس كتيرة قوي ما تردش على التليفون او تقفل على الشخص، ده مش من الاتيكيت خالص. الأصول بتقول انه ما ينفعش، انه لو حضرتك مش قادرة تردي عندك حاجة، التليفون يتعمل سايلنت، يتعمل على الصامت. طبيعي كلنا بيبقى عندنا شغل، كلنا بنبقى قافلين التليفون لغايه ما حضرتك تخلصي شغلك، وبعدين بترجعي تفتحي تليفونك تاني. صح. اوكي؟ لو شغل حضرتك كله تليفون، هنعمل ايه؟ حضرتك هتحطيه يا على نغمه، ما يبقاش مثلا في مجال عمل، حضرتك بتشتغلي في بنك مثلا، والتليفون رن رن ثلاث دقات. مش مكانها خالص. طب فلازم اعمل حاجه ميوزك هاديه قوي وفورمال، اوكي؟ للمكان اللي انا موجوده فيه، او يتعمل على الفايبريشن. فكل حاجة لازم أفكر فيها، أرد إمتى؟ بعد تاني رنة، قبل ما تاني رنة تخلص. مش أسيب الناس تلاتة أربعة مدال أنا جنب التليفون هرد في الوقت ده. مين اللي يقفل التليفون؟ أوقات حضرتك بتكوني بتردي على التليفون وتلاقي السكة اتقفلت، وحضرتك بتقولي يعني بتخلصي آخر مكالمة، السكة اتقفلت. اللي اتصل بحضرتك هو اللي لازم يقفل الأول، عشان بس نبقى عارفين. ولو حد كبير لازم أستناه هو اللي يقفل الأول. وممكن اكلم حضرتك، حضرتك ما تبقيش فاضيه، لازم السؤال الاولاني بعد ما اسال حضرتك الوقت مناسب اتكلم ولا الوقت مش مناسب. ما ممكن اكلم حضرتك في وقت حضرتك داخله تنامي في بريك خمس دقايق وداخله تاني، في مواقف ما بينفعش. ففي حاجات كتيره قوي، وحتى لما حد يكلمني ما ينفعش اقول مين معايا، مين المتكلم، لا خالص، اقدر اتشرف بحضرتك. بختار الكلمات كله، انا بختار الالفاظ بتاعتي، الكلام بتاعي، المحتوى بتاعي، وده مهم جدا. انا مبهوره بيكي، انا عامل ازاي؟ انت جميله والله، انت جميله خالص. بس احنا عارفه لو فكرنا شويه وركزنا هتلاقي حضرتك بتتكلمي بطريقه كلها ذوقيات، وعارفه تتعاملي ازاي، واحنا بقينا ننسى من فضلك ولو سمحت وحضرتك. وانا ساعات كتير قوي قابل ناس، بقابل ناس صغيره وناس كبيره، بقول حضرتك لكل الناس، الاقي الناس تبص لي كده حاجه بتكبريني، بتقولي لي حضرتك ليه او حضرتك ليه. بص لها، دي على فكره دي حاجه من انواع الذوقيات، ملهاش دعوه خالص، ولا بكبر حضرتك ولا بصغر حضرتك. هو ان انا لازم اختار الكلمات واعرف اقدر الناس ازاي واتكلم معاهم ازاي، لان كل الحاجات دي ما بقتش موجوده خالص. اوكي، عايز اطلب من حضرتك اي حاجه، هطلبها ازاي؟ لما هدي اوردر حضرتك عمرك ما هتعملي لي حاجه، لكن لما هتكلم باسلوب مثلا لو سمحت، ممكن حضرتك بابتسامه حلوه، بوش بشوش، بطاقه ايجابيه، هيفرق جدا. الله، الطاقة الإيجابية دي أهم بقى حاجة. في النقطة اللي بنحبها، ودي أهم حاجة مهمة جدا دايما. ولو أنا ما عنديش الطاقة دي والطاقة بتخلص مني من كتر الحياة وروتين الحياة والحاجة دي كلها، أعمل إيه؟ أروح أدور على الطاقة عن صديقي اللي هو دايما، في ناس إحنا بندور عليهم ونروح لهم بسرعة، اللي بيدونا طاقة، أوكي؟ طول الوقت بيضحكونا، طول الوقت بيحسسونا إن الدنيا حلوة جدا. أروح ما لقيتش الشخص ده، أروح أقعد مثلا قدام